السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. وفاة الشاب إيهاب الخالدي، وإليكم التفاصيل. جراء شجار في مدينة سمايا بغداد، مقتل المحامي الشاب إيهاب الخالدي على يد ضابط في الأمن العراقي أثر مشاجرة انتهت بإطلاق النار على رأس المحامي رحمه الله. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.